اهلا بكم متابعينا من جديد، وبنحييكم بنحيي كل اللي انضم لمتابعتنا. في الفقره الثانيه بنتكلم عن واحد من المواضيع المهمه جدا، آفة بتنخر في المجتمع، في وحدته، في استقراره، وكثير من التفاصيل المرتبطه به اللي اصبحت وصمه عند الناس، واحنا حاولين بقدر الامكان بنحاول وجادين في انه نزيح هذه الوصمه. وممكن واحده من الحاجات البيئة سيئة جدا في مجتمعنا السوداني، وخلينا نقول هي مش دخيلة لكن أصبحت بكثافة عالية ظاهرة كلنا مع بعض. لو ما اتحدنا ولو ما كان عندنا نسبة عالية من الوعي ما بنقدر نتحرى. خلال الأيام القليلة الماضية كان المؤتمر الخامس لتحديات علاج الإدمان وإعادة التأهيل في العالم العربي والإفريقي. بصدد هذا الموضوع بنسعد جدا أنه تكون معنا ضيفة العزيزة المستشارة لبنى علي محمد عبد الرحمن، رئيس منظمة بتمكل القومية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أمل، والتحية للإخوة النايمين على قناة الشروق، وافتقدناكم حقيقي في المؤتمر. ربنا يديكم العافية، وأترحم علي روح الأخ الإعلامي أنس الذي علبت قبل قليل بوفاته، لأن افتقدته لما كنت بعيدة شوية من البلد. شكرا لكم لإضافة تغطية للمؤتمر. إحنا عاوزين نتكلم عن المؤتمر. والمؤتمر الخامس، ومن قبله كان 4 مؤتمرات، بالتأكيد هي خطوة متقدمة لأنه إحنا نحاول نعالج مشاكل كبيرة مرتبطة بالإدمان. كلمينا عن المؤتمر ومخرجاته. طيب، أنا كلبنى الخبير الكندي السوداني كلفت في 2017 بإقامة أول مؤتمر دولي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في إما في كندا أو تركيا، فانتزحت الفرصة لدولة السودان، وكان أول مؤتمر في أكاديمية الأمن لجمالها ولأهمية الأكاديمية. كان مخرجاته إقامة مؤتمر راتب وإنشاء الشبكة العربية الأفريقية لتحديات علاج الإدمان، ده في 2018. 2019 كان في قاعة الصداقة، وكان برعاية من شركة MTN مفوضية وقوات الدعم السريع. الثالث كان في دار الشرطة، وكان رعاية كلية منظمة بتمكلي. الرابع لأنه دخلنا في إشكالات مالية في الثالث، يعني تداركنا الإشكالية وتواصلنا مع المجلس السيادي، فكانت قاعة الصداقة منحت لنا الجزية بتاع تجار الغاعة مجانا من رعاية من المجلس السيادي، شركة السوداني، شركة صيل. قبلها قدمنا ورشة عن التحديات والظواهر السالفة في ولاية الخرطوم، كانت برضو دعمي كان برضو من بنك الصادرات، مؤسسة تيكا وبعض الشركات الصغيرة كانت داعمة للمؤتمر الرابع. الخامس، لظروف البلد الاقتصادية والسياسية والواقع الحاصل في السودان، للأسف لم نجد يعني رعايات. يمكن لحد اللحظة دي ننظم عليها مديونيات كبيرة، ولولاية الخرطوم مشكور تقدم بمليون جنيه للمؤتمر، ولكن كانت تكلفة المؤتمر قرابة 5 مليار. برغم التحديات، برغم كل شيء، قام المؤتمر في ظروف استثنائية، قام في قاعة الشارقة، وكان الحضور هذا العام نحن سعيدين وراضين تماما عنه، إنه لأول مرة في تاريخ المنظمة الولايات تكون حضور كثيف أكثر من 28 معالج من الولايات. إدارة المستشفيات حضر 28 خبير من إدارة المستشفيات، وزارة الصحة شاركت بقوة. نحيي من هنا الأستاذة لبنى يحيى، إدارة قسم التبغ والمخدرات في وزارة الصحة ولاية الخرطوم. ونحن الآن الليلة جايين نكون من، يعني يمكن نعتبرها دي فاتحة شراكات كبيرة، إن شاء الله حيكون في شغل في أيامات المقبلة مع الاحتياط المركزي، هيئة الأركان، القوات المسلحة، حيكون في شغل كبير جدا في توطين علاج الإدمان في الولايات. جينا اليوم من اجتماع كبير مع وزير الصحة الاتحادي، لأنه في ولايات عندها المخدرات منتشرة. يبقى دي من أجمل توصيات المؤتمر حنتلو عليكم في الفترة الجاية دي، ودي أكبر حاجة ممكن نطلع عليها، يعني بما أنها هي مشكلة مجتمعية، فبالتأكيد المجتمع هو المساهم الأكبر في أنه يحلها، وفي أنه يشارك بصورة أكبر في، خلينا نقول، يعني المشاكل اللي عندها علاقة بالإدمان، أو حتى إعادة التأهيل، أو خلينا نقول نقلص من قصة الإدمان اللي أصبحت هي منتشرة. كلمينا عن المحاور الأساسية اللي ناقش المؤتمر. المؤتمر ناقش 6 محاور أساسية: دور الأسرة، دور منظمات المجتمع المدني، والدور الحكومي. ناقش الدور العالمي
في قضايا انتشار المخدرات والبروتوكولات العالمية، ناقش أهم التحديات العالمية المواجهة، لأنه كان في حضور عالمي. المؤتمر ضم جزئيتين، جزئية في السودان وجزئية تمت عبر الزوم بمشاركة 38 دولة من العالم. أهم الأشياء ركزنا عليها دور الأسرة، دور وزارة التربية والتعليم، الرعاية اللاحقة واللي هي فيها ثلاثة جوانب، العلاج بالرياضة، يمكن ده جزء ابتكرته منظمة بيتمكلي. عندنا الآن 9 فرق، ومشكورة شركة أوت أوف ذا بوكس تبرعت لنا بمية زي للعلاج بالرياضة. ابتكرنا برضو العلاج بالفنون، شاركت المنظمة بورقة علمية كبيرة جدا عن العلاج بالفن التشكيلي، وعندنا الآن محور داخل المركز حقنا اللي تؤسس نتيجة للتوصيات السابقة، مركز غادرين، وحدة بتاعة العلاج بالفنون. ركز المركز المؤتمر لأول مرة في تاريخ السودان عن التوازن الروحي، شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قدم ورقة الدكتور أسامة البطحاني عن التوازن الديني وأهمية الأئمة والدعاء. إخواننا نحن عندنا منابر مجانية اللي هي منبر الجمعة، كيفية الاستفادة في خفض الطلب اللي هي التوعية والإرشاد، وإنه نصح الأسر إن إذا عندها زول مصاب، نحن نقول المدمن مريض، إذا عندها زول مصاب ومريض بداء الإدمان يصلوا مراكز العلاج الموجودة. وزارة الصحة عندها مراكز. أنا عاوز أتكلم عن الناحية دي تحديدا برضو، ما قطع على كلامك يا دكتورة لبنى، في إنه الناس يمكن هم ما يكونوا على علم ودراية كافية بمراكز الإدمان، باعتبار إنها هي كانت سابقا وصمة يعني مجتمعية بتظل ملاحقة سواء كان رجل أو مرأة. أيوة. مدمن، لكن ممكن نقول إنه في مراكز لإعادة التأهيل الآن أصبحت موجودة في الخرطوم. أكيد أكيد. أولا نشيد بدور وزارة الصحة اللي هي حاولت توفر السر داخل المراكز الموجودة أصلا، المستشفيات الموجودة. مستشفى التيان الماحي اللي هي أول مستشفى في الشرق الأوسط، اللي هو الأب الروحي نترحم عليه أبونا التيان الماحي، اللي هي مستشفى التيان الماحي موجودة وفيها جناح أصلا للإدمان. عندنا مستشفى طه بحشر موجودة في بحري، عندنا عبد العال الإدريسي اللي هي تابعة للشرطة، بس عبد العال الإدريسي في مشكلة واحدة، الشرطيين والأسر بتقول هي كويسة لكن احنا بنقول كمعالجين فيها إشكالية، اللي هي إلا يدخل الشاب أو الشابة بأورنيك 118 اللي هو تفتح بلاغ في ابنك وتدخله. نحن هنا ممكن الحاجة دي تحصل إذا كان أجريسيف المريض يعني عنيف. في مركز الحكومي الأول اللي تأسس، يعني التحية للأخت رحاب شب وإنما كانت، والتحية لجهاز الأمن والمخابرات، اللي هو أول مركز تم في ولاية الخرطوم، كان توصيات مركز مدى اللي هو مركز حياة، لكن للأسف الآن في الظروف اللي فيها السودان أصبح مركز حياة عبارة عن يعني عيادات خارجية، التنويم وقف فيه، نتمنى إنه يفتتح مرة تانية، لأنه هو كومبينيشن شراكة كانت بين جهاز الأمن المخابرات الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية. الآن في العديد من المراكز الخاصة الموجودة في ولاية الخرطوم، لكن نوجه للمواطنين الموجودين في مدرمان في المركز بتاع الصلاح الطبي، الكابيسيتي بتاعته كويسة جدا، فيه مركز حتى للتوحد. يعني احنا كنا في زيارة ميدانية قبل 3 أيام، الصلاح الطبي فتح مركز متكامل لعلاج الإدمان موجود داخل الوحدة النفسية في الصلاح الطبي. مشكلة المراكز الموجودة في الغنوات الحكومية الوصمة بتاعتنا، اللي هو أنا ممكن أدخل ولدي عبد العال الإدريسي، ما ممكن أدخله طه بحشر، بالرغم من إنه نحن بنشيد بالدور الكبير جدا قايم به المعالجين، دي خبرات تراكمية كبيرة جدا، ونصر الله سبحانه وتعالى. لأنها أصبحت مجتمعيا يعني غير مقبولة. يعني غير مقبولة. لكن الآن في مراكز خاصة كثيرة جدا، نحن بيتمكن لوسطية لا خاص لا عام، نحن نتبع لإدارة المنظمات في وزارة الصحة داخل ولاية الخرطوم، ولكن المنظمة بحجمها بأنه نحن رؤساء للشبكة العربية، مسؤولين من ملفات عالمية تحديدا 48 دولة. الآن نحن نغود الشغل ده إن شاء الله مع وزارة الصحة الاتحادية والولائية إلى الولايات بإذن الله تعالى. يمكن قبل 3 أيام كان معنا والي ولاية كسلة، والجريمة الهازة كسلة، نترحم على الشاب اللي قتل أخوه في ولاية كسلة، ويمكن دي هزة المجتمع. نحن في تواصل لنا 4 أيام في غرفة عمليات كيف نقدر نصل، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة حنصل ولاية نهر النيل، كسلة، القضارب، البحر الأحمر. ومشكورين ناس صندوق إعمار الشرق أدونا 3 مراكز، يمكن الليلة مع السيد الوزير في وزارة الصحة الاتحادية حاولنا نطلع التصديق على أساس إنه تخصيص المراكز دي. الوصمة الاجتماعية أنت عندكم دور كبير جدا كغناء إعلامية، والتحية لكم مرة أخرى في إنه أنا الشروق لبس الثوب جديد من أول وجديد، يعني تخصصوا فترة للتوعية والإرشاد داخل القناة، لأنه نحن محتاجين طبعاً يا نحن محتاجين لبس من التوعية. وكنت قبل قليل في دعوة من
ولاية كسلة السيد جرنوس، وزارة الشباب والرياضة برضو عندها دور كبير جدا بتقوم به سواء كانت في الولايات أو في الخرطوم. هنا عندنا في ولاية الخرطوم 125 مركز، نتمنى أن وزارة الشباب والرياضة أو المجلس الأعلى يستفيد من الغنوات والمواعين الموجودة. نحن ما محتاجين نبني دور تاني للترفيه والبريفنشن، نستفيد من المواعين الموجودة زي ما موجود في كندا وفي العالم الأول. كنت الآن قبل قليل مع السيد جرنوس وعرفت أنه في حاجة جديدة حتتعمل في على مستوى الولايات اللي هو دور الشرطة المجتمعية في خفض الطلب وفي أنه معالجة الظواهر السالبة وكده، حضور أنيق جدا جدا كان من المنظمات ومن الولاة ومن إدارة الشرطة على مستوى ولاية السودان. طيب. نتوقع أنه تحصل نفرة شوية في الفترة الجاية. أنا في ذات الإطار ده وما عاوز أمشي بعيد منه، يعني دكتورة لبنى، إحنا إذا نظرنا في جذور المشكلة والأساس الآن أصبحت المشاكل أو أصبح الوضع الاقتصادي السياسي الاجتماعي، الكثير من التفاصيل المحاطة بالأسرة باعتبارنا هي النواة المجتمعية اللي منها بتكون المجتمع، أصبحت الآن هي مهددة بكثير من المهددات اللي بتهدد أمنها وبالتالي بينعكس سلبا على الأبناء. خلينا نقول إنه دور الأسرة ودور المجتمع في الرشاد النفسي هو دور عظيم، في رأيك الارتكاز الأساسي في علاج الإدمان من خلال الأسرة ممكن يكون بتمثل في شنو؟ المشكلة كلها 90%، يعني أنا لما نتناقش كثير مع الأسر على حسب تردد البيشنات البيجونة أو المرضى البيجونة في المركز، إخوانا المشكلة في الأسرة، الأسرة دي غوامة جوا، يعني قبل ما يتودي ولدك المدرسة علمنا الأخلاق المسلمة، يعني حتى في الدين إشارة رمزية للتربية دي، لو ما تعلم الصلاة في زين 7 ضربوهم في 10، يعني أنت في الأسرة أنت اللي بتربي الولدك كان كبير خاوي، والتربية ما تبقى بعد ما هو يخش الجامعة، من هو صغير أدوهم الصيغة الكونفيدنس، أدوهم الأمان، أدوهم التعامل الراغي داخل البيت. العنف الأسري بينعكس إذا الولد أبوه بعني فمه ما حيتكلم، حسي بعد ما يخش سن التينيجرز حيبقى حيحاول يخش في حاجة تنسيه المشاكل الموجودة دي، البيت ما آمن. نحن للأسف بندلل أولادنا بالإغداق بالقروش، بنفتكر الحاجة دي بتعوض الحنان، إذا هما تشبع بالحنان وتشبع بالإحترام وتشبع بالتقدير لذاته في صغره ما حيتعلمها من الكبر. يعني مهما تنفق على ولدك من قروش وتديه الإمكانيات المالية، أنت ما بتعود الجانب التربوي اللي أنت فقدته ده. يعني كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، مين أنت تتزوج إذا أنت غدوة سيئة لولدك؟ حتربي كيف إذا أنت 24 ساعة مشغولة برا البيت؟ حتربي كيف إذا الموبايل 24 ساعة؟ نحن في انفصال داخل الأسرة أصبحنا الآن، يعني لازم يكون في زمن للقعدة الجماعية، زمن للصنية الغداء، زمن للطلعة، ما يكون حياتنا أي نعم الحياة الاقتصادية صعبة في السودان، أي نعم أنا بتكلم يمكن نزول يشوفه تاني رومانسي، ما رومانسي، لا، لازم يكون في جلسة إن شاء الله يوم الجمعة، جلسة جماعية تتفقد ولدك، ما ممكن نخفل ليهم يكل الغرف عليهم، نحن ما عارفين إنهم بيعملوا شنو. الآن في هاكر، في جيمز بدي أوردر، في أولاد بيموتوا بالإدمان الإلكتروني، لازم نكون واعين وعي تام. بعد كده يجي دور وزارة التربية والتعليم، بعد كده يجي دور الشارع، زمان الشارع بيربي، إذا شافوك أنت ما لابس اللي بالساكت الجار ممكن يتدخل في التربية، نحن الآن أصبحنا ما بنتحمل، الأخو يتكلم في والدخ أو العم يتكلم مع والدخوه، ليه ما ترجع الأسرة الممتدة؟ ليه ما العاداتنا وتقاليدنا الغيم بتاعتنا السمحة من البرنامج التلفزيوني، من الأحاجي السودانية، من حاجاتنا الغيمة، من برنامج الأطفال من الصباح، يعني في الآن أصبح الفضاء منتشر، يعني أصبح اللي بيربي الآن هو الآيباد، التكنولوجيا، الفضاءات المفتوحة. بابا قول الدور على الأسرة كبير جدا، التوعية الدينية، التوازن الديني داخل الأسرة، من الصلاة، من التعليم، من الأشياء، ما تكذبي، دخلتي بنتك داخلية سافرت منك تكوني متواصلة متابعة، أدوم الحرية لكن برضو ضيقوا عليهم، يعني انت من حقك تفتح دولابك تشوف لقيتي قطرة في البيت كثيرة، لقيتي حقن سكري كثيرة طوالي ده الكريستال ماس، لقيتوا اللمبات بتتفقد، الكريستال التنجستان ده بتفقد، لقيتوا ولاعات، لقيتوا حاجات، دي كلها علامات مؤشرات انه الحاجة دي بقى في كذب، بقى في فقد لأشياء في البيت، انت الواعية، ما تدسي من زوجك لو زوجك مغترب عشان تضاري لولدك ولا بنتك، الحياة التربية تكون فيها صحيح. ودي المشاكل اللي احنا بنواجهها وبنتمنى من الأسر هي تكون حريصة على أبنائها وتقدر تنتبه للحاجات دي، مهما كانت هي صغيرة لكن تأثيراتها بعد كده بتكون كبيرة شديد، ممكن ما تتلحق. دكتورة لبنى، بعد ما يفقدوا التلفزيون ويفقدوا التفاصيل الثانية، نحن بنحييك والله من خلال المساحة دي رغم قصرها، هي لأنها كانت كاملة الدسم يعني ونصائح، نتمنى الأسر هي تأخذ بها. شكرا جزيلا لك ولحضورك. شكرا لكم كثير، وحابة أطمن الأسر، مركز غادرين في الأسري مربع 16، عندك شيل ما عندك خد شعارنا،
عندك زول متعاطي وخايف عليه، ان شاء الله تلفوننا عند الغناء، جيبوا لنا الولد ولا البيت ونحن حاضرين ان شاء الله، إن شاء الله. بواسطه صندوق دعم الادمان اللي اسسناه، وقادرين نتجاوز كل التحديات ان شاء الله. شكرا لك التحيه دكتوره المستشار لبنى علي محمد عبد الرحمن، رئيس منظمه بيت مكلي القوميه. نحن لسه متواصلين معكم متابعينا في ظلال الاصيل من بعد هذا الفاصل.